بأن هذا الموضوع والتجربة في تونس دليل على ذلك، والتجربة في مصر دليل على ذلك، فالتزام السلطة نهائيا بأن القمع سينعكس عليها سياسيا وأمنيا واجتماعيا وإعلاميا. نعم، قلتم منذ لحظات أنكم يعني تعرضتم للاعتقال، يعني متى حدث ذلك؟ منذ ساعة الآن مع مئات الشباب والمواطنين نساء ورجالا. أنتم قيد الاعتقال في هذه اللحظة؟